أعزائي التلاميذ، مرحبا بكم مجددا في سلسلة الدراسة عن بعد. اليوم إن شاء الله تعالى سنقوم بتصحيح دعم الدرسين 29 و30 من كراسة الرياضيات، الصفحة 112، الوحدة السادسة والأخيرة. إذن سبق وأن أعطيتكم التمارين 1، 2، 3، 4، و5. إذن نبدأ بسم الله بالتمرين رقم 1. إذن كما جرت العادة، خذ قلما أخضر لكي نصحح العمليات. إذن بالنسبة للتمرين رقم 1، أضع وأنجز. إذن دائما عندما أسمع أضع وأنجز فالعملية عمودية. نبدأ بالعملية الأولى، 593.5. إذن ماذا سنفعل هنا؟ سنضيف الصفر ناقص 17.34. إذن دائما ننتبه، الفاصلة تحت الفاصلة، الوحدات تحت الوحدات، العشرات تحت العشرات، الأعشار تحت الأعشار، وأجزاء المئة تحت أجزاء المئة. إذن 0 ناقص 4 لا يمكن، 10 السلف 10 وأرد السلف. هنا 10 ناقص 4 6، 5 ناقص 4 1، أضع الفاصلة. إذن 3 ناقص 7 لا يمكن، 13 ناقص 7 تساوي 6، إذن أرد السلف. 9 ناقص 2 7، وخمسة ناقص لا شيء 5. ننتقل إلى العملية الثانية، 2 ناقص 0 0، 1 ناقص 8 لا يمكن، 11، وأرد السلف. هنا ناقص 8 تساوي 3، الفاصلة تحت الفاصلة، 8 ناقص 5 3، و6 ناقص 6 0. إذا ننتقل إلى العملية الأخيرة، 0 ناقص 7 لا يمكن، 10 ناقص 7، وأرد السلف. هنا تساوي 3، 3 ناقص 2 1، وأضع الفاصلة تحت الفاصلة. 2 ناقص 6 لا يمكن، 12، وأرد السلف. هنا 12 ناقص 6 6، و2 ناقص 6 لا يمكن، 12 ناقص 6 6، وأرد السلف. هنا 4 ناقص 2 تساوي 2. هل هذا مفهوم؟ نعم. إذا ننتقل إلى السؤال رقم 2. السؤال رقم 2، أحيط الجواب الصحيح في كل سطر دون إنجاز العملية. إذا دون أن ننجز العملية، فالعملية هنا ذهنية أو أفقية. إذا 1 ناقص 0.1 تساوي 8، هناك خطأ، لأن لا يمكن أن تكون هنا 8، يمكن أن تكون 0 فاصلة أو ناقص هنا عدد. إذن هل تساوي 0.01 أم 0.9 أم 0.1 أو 0 أو 1.01؟ إذن الأرجح هو 0.9، لأن 1 عدد صحيح طبيعي، وقمنا بطرحه من 0.1، أعطتنا 0.9. إذن 12.05 ناقص 2.05، إذن هنا الأرجح أن تكون 10 فاصلة. إذن دائما هنا نضع العلامة تحت 10 و10، ثم ننتقل إلى جهة أو الجزء العشري. إذن لدينا هنا 5 وهنا 0.5 وهنا 0.4، إذن 0.5 ناقص 0.4 0.1، إذن هذه هي النتيجة. ننتقل إلى العدد الثالث، وهو 72.7 و40 ناقص 71.4. إذن 72 ناقص 71 يعطينا 1، هذا هو الجزء الصحيح، ثم بعد ذلك 1. إذن لدينا هنا 1 هنا وهنا. ثم ننتقل إلى الجزء العشري، 47 ناقص 40، إذن تعطينا 0.7. إذن هذا هو العدد السؤال أو النتيجة الصحيحة. جيد، ننتقل إلى السؤال رقم 3. أرادت حسناء اتباع حمية غذائية وممارسة الرياضة من أجل رشاقة جسمها والتمرس، تمكنت من خفض وزنها ب 7.25 كيلوغراما. احسب كتلة حسناء بعد مدة الحمية وممارسة الرياضية. إذن علما أن وزنها هو 89.75 كيلوغراما، ونقصت من وزنها أو وزنها خفض إلى 7.25 كيلوغراما. إذن سنقوم بحسابة كتلة حسناء بعد الحمية، أي بعد ممارستها للرياضة. طبعا العملية عمودية، إذن 89
فاصلة خمسة وسبعون ناقص سبعة فاصلة خمسة وعشرون. إذا خمسة ناقص خمسة صفر، سبعة ناقص اثنان خمسة، الفاصلة تحت الفاصلة، تسعة ناقص سبعة اثنان، وثمانية ناقص صفر ثمانية، والكتلة هي 82.50 كيلوغراما، بمعنى أصبح وزنها الحالي بعد ممارسة الرياضة هو 82.50 كيلوغراما. إذا ننتقل إلى السؤال رقم أربعة، أقارن الكتابات بوضع الرمز المناسب. إذا سبق وأن قلت لكم في هذا التمرين يجب أن نقوم بتحويل الأعداد الكثرية إلى أعداد عشرية. إذا 12 كم تساوي هنا؟ 12 فاصلة ماذا؟ فاصلة 0.09، لأن 9 على 100 تساوي 0.09. إذا وبالتالي فإن 12.09 أكبر من 12.09. إذا ننتقل إلى العدد الموالي، 143.45. إذا 140 زائد 3 تساوي 143، وزائد هنا تساوي ماذا تعني؟ تعني الفاصلة، فاصلة لأن هنا 4/10 عدد عشري، تساوي 0.4 زائد 0.05، والمجموع هو 143.45. إذن وبالتالي الرمز المناسب هو يساوي. إذن ننتقل إلى العدد الثالث، 70+1 تساوي 71.08 + 0.05، بمعنى 71.85. وهنا 71.95، بمعنى 85 أصغر من 95، لأن الجزء العشري الجزء الصحيح 71.71، والجزء العشري هنا لدينا 85، والجزء العشري الآخر 95، وبالتالي 85 أصغر من 95. لدينا هنا 40+4 + 0.4 + 0.04، بمعنى 44.44. والعدد المماثل له هو 44.44، والنتيجة هي تساوي. ننتقل إلى العدد الأخير، لدينا 545.79، ثم 545.49، بمعنى أن العدد الصحيح هو نفسه، ننتقل إلى الجزء العشري، فتسعة وسبعون أكبر من 49. هل هذا مفهوم؟ إذن وبهذا نكون قد أتممنا التمارين الأربعة، ثم ننتقل إلى التمرين رقم خمسة. إذن بالنسبة للسؤال رقم خمسة، علم رشيد أن المسافة على الخريطة والمسافة الحقيقية في الواقع تربطهما علاقة تكبير وتصغير بنسب متفاوتة. إذا كان 1 سنتيمتر على الخريطة يمثل 50 كيلومترا على أرض الواقع، أحسب المسافات الحقيقية بين المدن في الجدول التالي. إذا علما أن 1 سنتيمتر كما تلاحظون هنا، نعم، إذا سنكتب سنتيمترا، 1 سنتيمتر، إذا كم يمثل؟ نعم يمثل 50 كيلومترا في الحقيقة. إذن سنكتب كيلو مترا، نعم يمثل 50 كيلومترا، نعم جيد، هكذا لكي نفهم جيدا. إذن فهذا الجدول كما تلاحظون هنا أعزائي التلاميذ، فهذا الجدول يذكرنا بجدول التناسبية، لأن نقوم بضرب الخانات أو أعداد الخانة الأولى في أعداد الخانة الثانية، بمعنى 1 سنتيمتر يساوي 50 كيلومترا، بمعنى 1 ضرب 50، واثنان سنقوم بضربها أيضا في 50 تساوي 100 كيلومتر،
وعشر كيلومترات بالنسبة للرباط والراشدية نضربها في خمسون كيلومترا تعطينا خمسمائة كيلومتر، والرباط وأكادير 12 سنتيمترا إذا ضربناها في خمسون كيلومترا تعطينا ستمائة كيلومتر. وبهذا تكون المسافة بين الدار البيضاء والرباط على الحقيقة أو المسافة الحقيقية هي مائة كيلومتر، والرباط الراشدية 500 كيلومتر، والرباط وأكادير 600 كيلومتر، وطبعا مكناس وفاس 50 كيلومترا هي المسافة الحقيقية بالكيلومتر. وبهذا أعزائي التلاميذ أودعكم إلى أن نلتقي في درس جديد إن شاء الله، ألا وهو الدائرة والقرص. دمتم في رعاية الله أعزائي التلاميذ، وإلى الحصة المقبلة إن شاء الله تعالى، إلى اللقاء.